السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرضكم في هذه الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان من داخل العراق أو من خارجه، الرقم الأخير الجوال بصفة إشارة الواتساب يقدر يدزلنا رسالة على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب. وأعتذر من السادة مشاهدين، رقم الواتساب ما مخصص لا للاتصال أو إرسال رسالة صوتية أو فيديو، لأنه ما راح يطلع الشاشة فلزعلهم من عندي. مشاهدين الكرام، نبدي وياكم أول ملفاتنا وهو ملف الكهرباء. وما أدراك ما الكهرباء في زمن الديمقراطية وزمن الأحزاب الإسلامية والفساد اللي أسست إلى بالعراق والسرقات، واللي هذا القطاع بوحده بحده بس الكهرباء انصرفت عليه بحسب آخر شيء قاله مصطفى الكاظمي أكثر من 80 مليار دولار، وإلى حد هاي اللحظة ما حد شاف شيء بخير يخص الكهرباء. تخيلوا بلد ينصرف بـ 80 مليار دولار على الكهرباء، وحال الكهرباء راح تشوفوها بعد شوية. عندنا ناشط من النجف يشكو من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين وعن الناس. شو وقت فصل الصيف؟ يا صيف، فصل الصيف اللي بالعراق اللاهب الحارق وراء ارتفاع درجات الحرارة، ورجع وتساءل يقول الحكومة ايش سوت لمدة 20 سنة؟ بس سرقات فساد وصرف مليارات من الدولارات على القطاع بحده، أما الفائدة صفر، يعني كل شيء ماكو، يعني بالعامية هب بياض. تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20 عام ما حلتوا مشكلة الكهرباء، 20 سنة بوض ونهب وسرقات، واللي يطلع يطالب بحقوق المشروعة لو تقتلوا لو تخطفوا. عم الناس جزعة ملت بعد ما بدأ الصيف، لا إجاب ولا تموز. عم الناس ملت جزعة مليارات تريليونات 1500 مليار دولار من سقوط نظام صدام لهذا اليوم، ولكم كهرباء سد مال ماي ما سويتكم. شنو اللي سويتوه؟ لا صناعة لا زراعة، هذا حال البلد. معظم أحياء محافظة النجف، معظم محافظات العراق، الصير ب 12 بالليل بلش الصيف تنقطع، ولا مولدة ولا وطني. عم الناس منا طلاب سادس إعدادي قاعد تمتحن، منا بعد أسبوع ثالث متوسط، منا بعد 20 يوم سادس إعدادي. هاي الطلاب المساكين شنو ذنبها؟ شلون تدرس بهذا الحر؟ شلون تدرس بهذا الظلام؟ حرب نفسية، العدة مريض، أنا عندي مرأة عاجزة ميتة سريرين صار لها شهرين، لا كهرباء لا مولدة، ميتة، الله وكيلك هي قاعد تنازع تريد تطلع روحها. ولكم أولادكم بلندن وقاعدة بأمريكا وقاعدة بإيران وبتركيا ومتونسين، وأرقى مدارس أرقى كليات أرقى جامعات يدرسون بالعالم، صالات الرولات بلبنان وبدبي وحتى بشمال العراق وبغداد ملايين الدولارات. أنتم الساقطات مالتكم، نظام سياسي بائس، نظام سياسي فاسد. قال رقم، قال من 2003 إلى حد هاي اللحظة 1500 مليار دولار. تعرفون يعني شو اسوي بيها اذا يعطوني ال 1500 مليار دولار والعراق؟ يعني ابني وارجع افلشه من جديد، واجيب مقاولين من الخارج وابني من جديد ويزيد الفلوس، واعطي رواتب وعين وحتى ما اشغل احد، الرواتب اشمرها للناس هيك بالبيوت. يعني منو يشتغلوا عني عندي 1500 مليار دولار؟ ترى الرقم مو سهل. احنا هسه باواخر شهر ايار او شهر 5، يعني هسه طلاب المدارس خصوصا المراحل المنتهيه بدات امتحاناتهم، امتحانات اخر سنه اللي يتوقف عليها مصيرهم. تخيلوا حالهم ويا ارتفاع درجات الحراره. مشاهدينا تخيلوا مثلا شنو الحال اللي هم عايشين بيه بقاعه الامتحان. هذا الفيديو اللي راح تشوفوه يوثق لكم عدد من الطلاب دا يمتحنون بمدارس كرفانيه. اما ظروف الامتحان اقل ما يقال عنها مصيبة بلوى مو زينة. تعالوا نشوف. السلام عليكم.
هاي قاعة امتحانية طلاب المتوسطة امتحانهم الساعة بالوحدة، لا مروحة تشتغل، سبالت فقط بس تعليق حلقات وماكو شيء. ناشدنا عدة مسؤولين بالمحافظة وغير المحافظة، ماكو أي نتيجة بهاي المدرسة، المدرسة الكرفانية. هاي مدرسة وهذا الحر الساعة بالوحدة، عدة ثلاثة الامتحان. والبناية ظل على حطتها، يجي المسؤولين يشوفونها لا لو بسيطة ويرحون. شفتوا هاي المدرسة؟ على الأقل بها تك بانكة تشتغل، بس تخيلوا قاعة امتحانية ما بها كل شيء، لا كهرباء ولا ضوء ولا بانكة يعني مروحة ولا شيء. المعلم حالة من حال الطلاب، خصوصا المعلم اللي أدي واجبة بحب، راح يحس بيهم. وهذا اللي شفناه لما ننشر مقطع إلى مراقب امتحاني، هذا المراقب الامتحاني هياته بمركز امتحاني بقضاء أبو غريب غرب العاصمة العراقية بغداد. شو يسوي؟ يحاول أن يخفف حرارة الصيف ولهيبة عن الطلاب الممتحنين، وراء ما عجزت الحكومة أن توفر هي أو وزارة التربية أجواء امتحانية صحيحة من مباني، رحلات، كهرباء، إنارة، أجهزة تكييف داخل القاعات. طبعاً وماكو بنكات أو مراوح ولا شيء، ولهذا المراقب شو سوى؟ لزم فايل وصار يهفي للطلاب بلكة يخفف عنهم لهيب الصيف. تعالوا نشوف. بارك الله بك حسكار، بارك الله بك وبجهوده. هو هذا المعلم أو المدرس الناجح، والله المدرس الناجح قدوة لبقية المدرسين شلون يهفي الطلاب بسبب الأجواء الحارة. تخيلوا المعلم اللي المفروض هو مركز حتى يشوف الطلاب ويلزم حالات الغش، اذا اكو طالب يريد يغش هنا موجودة الحالات، لازم يكون مركز وياهم. هو لا، هو عايف وظيفته الاساسية ولازم فايل وقاعد يهفي للطلاب، لانه هذا ما راح يقدر يفكر ويجاوب لانه الدنيا حارة عليه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا يعني من منصة فيسبوك من أبو هادي الدليمي يقول: جزاء الله خير، ولكن من المعيب وزارة التربية لا تستطيع توفير الكهرباء للمراكز الامتحانية حتى لو خط مولد فترة ساعات الامتحان. عماد يقول: إيش قد مخازي وزارة ما توفر أجواء مناسبة للامتحانات، موقف مشرف من الأستاذ. نعم. عبد الرحمن الطائي: شوف الرحلات وياكم الأستاذ، هاي جهودة مشكورة، بس خل توصل هاي الصورة مالت الرحلات إلى وزير التعليم، عبالك راح يهتم. وحسن الغزي يقول: وليش ماكو كهرباء؟ شاوين الوزارة؟ يعني هم حارة هم أسئلة يجوز مطولة وصعبة. الله يساعد الطلاب. نعم، ونقولها ألف مرة: الله يساعد الطالب اللي طب يمتحن بهيجي أجواء، والله يساعد الطالب اللي طب يدرس بهيجي أجواء، والله يساعد المعلم اللي طب يدرس بهيجي أجواء، والله يجازي السبب اللي وصل الطالب والمعلم لهيك أجواء. أبو عمر من بغداد حياك الله. أفل المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله أخوي. حياك الله أستاذ أفل. بالنسبة لموضوع التدريس والامتحانات في المراحل يعني الابتدائية المنتهية، يعني تعتمد كل العالم وكل الحكومات اللي بالدول العربية وسواء بالغرب من يكون الطالب إلى مكانه ودوره للمجتمع ولشعبه وناسه وأهله. يعني تقدم هاي الحكومة يعني كل الإمدادات وكل التوصيلات بحيث الطالب يصير عنده راحة نفسية وراحة هدوء، الجو يكون كيف إليه، الكهرباء تكون متواصلة إليه، الماء يكون متواصل إليه، نفس الوقت الأساتذة اللي موجودين على الامتحان يكونون يعني وجوههم طيبة، وجوههم يعني تؤدي يعني للفرحة، للجواب الطالب إن يشوف الأستاذ أمامه يعني يكون إلى فد يعني تشجع من قبل إدارة المدرسة.
يعني من يكون الدولة لها دعمها يكون الطالب أيضا إلى دعمه من أجل أن يوصل يبني إلى مستقبله، يبني إلى يعني اجتهاده أن يكون. هذا تقدم الدولة للمواطن أو للطالب. لكن نحن بالعراق عندنا أن الفساد الإداري والفساد اللي كل الحكومات اللي ما عندنا أنه دعم للطالب، ما عندنا أنه يعني تواصل الشباب اللي قاعدين يوصلون. طيب إذا هو يعني من تخرج راد تعيين راحوا القوات الأمنية قمعوه ضربوه قتلوه وما خلوه لأي اعتبار، فكيف يعطون اعتبار يعني بالمرحلات الامتحانات اللي هسه قاعد يمتحنون عندنا؟ فكيف يعني يقدمون أي عون أي ماء أي لا أمور لا اللي يريدها الطالب من كهرباء من وضع؟ لأن الحكومة عندنا ما ممكن أن تقدمنا للطالب، ما ممكن أن نشجعه، ما ممكن أن تبني مستقبل إلى، ما ممكن أن يصير عندنا وطن. يعني المفروض على هاي الحكومة تعتمد على الطلاب وتعتمد على الأساتذة اللي هم مسؤولين عليهم، لأن هم أجيال المستقبل، لأن هم يصنعون الحياة يعني اللي جاية. فللأسف إحنا ما عندنا حياة يعني مستقبل بدون يعني هاي الحكومة. عندنا خراب المستقبل وتدمير المستقبل ويعني فساد هاي الأمور اللي قاعد تصير عندنا بالهيئات التدريسية. فما عندنا يعني للطالب مستقبل وما عندنا أي شيء إنه تعتمد الحكومة على هذا المجال. فللأسف هاي الحكومة ما يكون عندنا، لا عندنا ناس إنه يعتمد عليهم يوصلون يعني من طلاب إلى يخدمون وطنهم يخدمون حكومتنا. بس للأسف هاي الحكومة بس تنتهي بالقتال وبالمعارك. قال الحشد وحش الحشد، قالت الأنبار وقالت الديالة. إحنا عندنا بس هاي الناس معارك كلها على الكراسي وعلى المناصب وسرقة أموال العراق، ما عندهم أي ميزانية يعني يقدموها للمواطن وتحسين الكهرباء. يعني هواي أمور لازم المفروض دولتنا أن تقدم لها، لكن للأسف حكومة فاسدة وحكومة أحزاب وحكومة ضد هذا الشعب العراقي. ونسأل الله أن يخلصنا من هاي الحكومة وتصير عندنا حكومة يعني جيدة تعتمد على شعبها والشعب أيضا يعتمد على الحكومة من أجل وطن، من أجل بناء، من أجل حياة جديدة وكرامة الإنسان. وتحية حياتي إليك وتحياتي القناة شكراً الراقية. شكراً لك أبو عمر. حياك الله. أبو علي من الناصرية، حياك الله. حبيب شلونك؟ مشتاقين لحاج مشابك. شلونك أستاذ زيد؟ حبيب قلبي حياك الله أخوي العزيز. الله يخليك، مشتاق من زمان يعني لا ما بريد ولا هاي. يسلمك ربي يسلمك، تنور بأي وقت. الله يخليها هاي الإذاعة. نعم. أخوي خلنا حاجة شيك أنت تسولف على دولة، هم دولة ما يستحون دولة، كيف هم دولة مو دولة؟ كيفه هالشام يحكون عن نظام ذاك النظام ذاك ورد النظام ذاك هو يعني شوف يعني ذاك أب يعني أبونا هو زين هو شوف هو ورد يعني عرفيد يعني هم يحكون أديد هم دولة تماكل ميليشيات بجماعة المالكي وقيت الخط علي يقول ها النظام البائد ولكم أنتم تسويتوا أنتم ناس حرامية زين انتم ذيوله زين ناس حراميه ناس ارهاب مجرمين زين هو يدعي بالاسلام هسه هم شوف بيصير مشكله قالوا اجموا صدام والله شوف خلنا حاجيك اللي سب النظام انا اقول هذا مو رجال زين يعني الرئيس جمهوريه العراق النظام زين والدي زين اب الله وكيلك واللي يحكي لي انا اقول هذا ما بي خير زين كان يوم سوى احترام للعراق زين لا يطب ايراني لا يطب امريكي جبناء هذول يحكون عليه زين النظام البائد ما جوع الناس أنا شوف أنا يعني هسه شوف لا كهرباء لا ماي اخويا لا ماي لا كهرباء يعني انا اقول لك اهم شيء عندهم الحجي السيد الخام اللي هذا ماكو الشيطان زين الله ينتقم الأدوان إن شاء الله ما كل مشانه والله صارنا ما يروح لا صار النظام يروح ولا صار الأبرياء يروح زين وراهم إحنا الله وكلك نشتقهم زين والله نشتقهم الدم ما يروح جبناء أسهم بيحشون عن نظام أنتم سويتوا لا وجبة لا يعني ناس أسهل بالشارع تقدي زين تاكل بالزبالة الناس بيحشون عن نظام أنتم سويتوا شنو سويتوا؟ يعني هاي الكهرباء من 2003 هاي الكهرباء
نعم نعم، شكرا شكرا لك أبو علاوي. من أبرز مآسي العراق اللي عاني منها المواطن مو بس المي ولا الكهرباء ولا الأمن ولا الراتب ولا انخفاض القدرة المعيشية أو انعدام طبقة كاملة من طبقات المجتمع ولا الطرق اللي مفلشة، وإنما أكو مأساة أخرى همين دعاني من أدها، هي مراجعة الدوائر الحكومية والروتين الممل اللي يشوفه بداخل هاي الدوائر والمتعب والإدلال المتعمد من الموظف للمراجع. نانا عندنا مواطن يوثق لنا فيديو حال المراجعين بقاعة انتظار أو بقاعة الانتظار بدائرة جوازات البصرة، واللي وصفها بفرن بسبب تعطل أجهزة التكييف بالقاعة فصل الصيف. تعال نشوفها. طبعاً هنا السبال الفاضرة والعالم ما يكمل الحر وهاي القاعة في البصمة دولة. هنا هاي السبال كتير ما تشتغل، هاي السبالك كلها عطلان ما تشتغل والعالم ما يكمل الحر. هاي بالبصرة، ما راح نطلع من أدها، راح نبقى بالبصرة بس راح نروح دائرة ثانية، نطب إلى دائرة العمل والشؤون الاجتماعية. يعني ازدحام، سراوات طويلة، ماكو تنظيم، ماكو ترتيب. عبالك طاب بالشيخ عمر تريد تصلح سيارتك بس ماكو مكان تحط رجلك بيه. اكتظاظ المراجعين على الشبابيك وفوقها كل هاي، يعني قاعة الانتظار لا بها كرسي لا بها بانكة لا بها تبريد لا بها شيء. وللعلم مشاهدينا الكرام، هاي الدائرة أغلب اللي راجعوها هم فقرة، كبار سن ومرضى. وهنا نتساءل شو الدولة تتحجج برواتب الموظفين والعدد الكبير إلى الموظفين وتقول أغلب الرواتب هي بس للموظفين؟ وين هذا العدد الكبير من الموظفين بالدوائر الحكومية؟ وشنو هو واجبهم؟ وليش المراجع هنا بأي دائرة من دوائر الدولة يعاني يلا يكمل معاملته، مو العكس المفروض يطب ويطلع بكل يسر؟ تعالوا نشوف. أتمنى رسالة توصل لكل مسؤول من ضمن المحافظة البصرة. يعني نفس الوقت دائما يوفر فيها أبسط الخدمات البسيطة للمواطن. أعداد هائلة من المواطنين، المكان لا يصلح أبسط دائرة. تخيل قاعد تشوفون مقطع الفيديو لأحد الموظفين برا طلع يشتغل، يعني يشتغل برا فاتحين مثل كرفان، يشتغل برا لأن المكان داخل البناية لا يسع للموظفين. الحقيقة المكاتب والبناية إذا تشوفون البناية عائلة للسقوط، بناية متهالكة، بناية آلة للسقوط، بناية متهالكة، المكان ما يسع إلى مكاتب الموظفين وما يتحمل الموظفين. موظف جايب كشك وطالع برا يشتغل بالكشك وتقول مكتب مال استنساخ. ما شاء الله على العراق وحال العراق في زمن الديمقراطية المعلبة اللي جابوا لنا إياها الأمريكان وبوش الابن الأرعن. أما مدينة الديوانية بمحافظة القادسية فهناك راح نشوف وضع يرثى إلى أو كارثي لما تشوفون المراجعين بدائرة الرعاية الاجتماعية. حتى مظلة تحميهم من حر الشمس ماكو، وبقوا منتظرين على شباك الموظف بلكت واحد يشفق عليهم ويكمل لهم معاملتهم، وتارك البقية ينتظرون جو لهيب الشمس. تعالوا نشوف. بالشمس بالرعاية ما العفك، بالشمس هاي ما سووا لهم قاعة وقعدون بها بالفي. الدولة ما بيها فلوس، روسنا تفلشت من الشمس، صارنا ساعة بالشمس. رئيس الوزراء محمد شاع السوداني شين مخلي العالم بالشمس؟ شين بالشمس العالم؟ بالرعاية ما العفك محافظة الديوانية، بالشمس العالم واكو. هذا المكيف هنا وهذا العالم بالشمس، ليش ما عندكم فلوس سوون قاعة للمواطنين يقعدون بها وتبريد؟ ميزانة الدولة 200 تريليون، ما نعرف الله هاي العالم وناس بالشمس توقف. ليش بالشمس عمي؟ شين الدولة ما بيها فلوس؟ شين بالشمس المواطن يوقف؟ أنا هسه وقفت هنا شردت من الشمس، راسي جيت أوقع من الشمس على مدراتب رعاية، العالم واقفة بالشمس.
كبار بالسن ومرضى، عيب على دولة هيك تسوي بالمواطن، عيب والله العظيم عيب. تعرفون مشاهدينا الكرام انه واحد يتعرض الى حرارة شمس عالية وفترات طويلة ممكن تصيبه بضربة شمس او احنا نسميها تايفويد، وهو نوع من انواع المرض او الامراض الخطيرة خصوصا على كبار السن. فالدولة العراقية بما انه هي تفكر بسلامة الانسان فقالت احنا ما نفكر بضربة الشمس، احنا نفكر انه الشمس تطيب فيتامين دي، فاحنا نعوفه بالشمس حتى ياخذ فيتامين من الشمس. فهذا حال المراجع اليوم بالعراق. هاي اكثر من دائرة، وهاي مو اول مرة ناخذ هذا الملف ويانا بحلقة صوتكم. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق ويانا من كرار أبو جعفر يقول والله يا سيد صوج الدائرة نفسها، يعني ما معقولة ناس كبار بالسن أو بيهم ناس عجزة ماكو مكان يوقفوهم بي لحين إكمال معاملاتهم. أحمد سالم البزوني يقول لو صعد الطوابق الأول والثاني وتشوف شلون الناس مذلولة والخزي على هيج دوائر. محمد المشهداني يقول كل الدوائر وازدحام وإذلال للمواطن، ماكو جديد بالموضوع. وأبو مازن يقول كل دوائر البصرة تعيسة والذل المراجع ولا يوجد رقيب عليهم. بالنسبة إلى قضية أصحاب الاحتياجات الخاصة، عذرا اللي ما يعرف شنو معنى أصحاب الاحتياجات الخاصة، هم المعاقين. كل دول العالم تقول لك الأولوية لهم، حتى في وسائل النقل والمواصلات لما يصعد شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مريض أو امرأة حامل أو امرأة شايلة طفل رضيع يقعدوها أو يمشوها بسرعة حتى تخلص بسرعة، احتراماً إلى عمر الإنسان الكبير بالعمر أو إلى مرضه أو إلى عجزة أو إلى الطفل اللي موجود في حضنها. إلا بالعراق أصحاب الاحتياجات الخاصة واقف على عكازة وينتظر بلكة واحد يحن عليه. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أفل إذا سمحت لي أريد أسأل سؤال. نعم. هاي اللي جاي تصير الدقات العشائرية، بالله عليك لو تسأل عليها الدقات العشائرية، يعني واحدة منهم قبل فترة سألت على مود دجاجة، بالله عليك هاي الدقات العشائرية لو ضد هذول المافيات والعصابات. أبو عراق على مود شنو دقة عشائرية صايرة؟ استاذي هل لي هسه جاي يصير يا مو اخواننا بالجنوب دقات العشائريه جاي، يعني اغلبها واحده من عدن على مود دجاجه عابره على جيرانه، بالله عليك هاي الدقات العشائريه لو يسوونها على هاي المافيات والعصابات مو افضل مو احسن؟ اجيك المحافظه الانبار، نعم، اللي البارحه ما ادري شفتوا الفيديو اللي عالم وعقولهم وشيتهم طايرين لي ورا راسه، بالله عليك هذول العيب بس بيهم السياسيين لو عيب بالشعب نفسه. استاذ أفل، نعم عمهم الشعب هو خبرهم، استاذ أفل هو خبرهم، ولا لو كل من يقعد ببيته ويسكت وخلي ذول يعتبرون وحدهم، والله ما استضحوا علينا ولا يسووا بنا. يا استاذ أفل عمهم العيب بينا بالشعب احنا، نعم احنا نستاهل هذول عمي نستاهلوا، حتى اجيك من الاخير يطبل الرابع رابع سوى عمي رابع، نعم يحيى المحمدي سوى العالم وذبحهم وباع السقراوية، نعم يا اخوي يا استاذ أفل يا بعد عيني، مو ذولا ظلمة، ذولا ما يخافون الله، ذولا مجرمين. يراد من عندنا يا استاذ أفل، ارجع واقول لك شغله، يم الشعب نفسه. نعم وانا اشكرك اخوي. شكرا لك ابو عراق. بس ابو عراق قال اكو دقه عشائريه صارت على دجاجه طافره من بيت على بيت الجيران، اقول لي بلا زحمه اللي فصل شنو الدجاجه باقت من عندك شي، لو اذت واحد من جهالك على دجاجه. ما شاء الله العراق لوين ده يوصل، ما شاء الله العراق شنو الأشياء اللي تفرح القلب اللي ده تصير بيه. يا ترى السؤال ليش حال العراق ده يصير هيجي، واللي ده سمعوها من المشاهدين، أبرياء بالسجون، خريجين ما يشتغلون، موظفين ما عندهم رواتب،
كسبة ما يقدرون يعيشون. طبقة كاملة اللي هي الطبقة الوسطى معدمة. طالب شايف الضيم بالمدرسة، معلم شايف الضيم، وأكو ثلاثة أنواع من المعلمين. معلم حاب مهنته ويريد يدرس بحب بس ده يشوف الضيم من الوزارة ومن الموجود، ومعلم جاي صخرة، ومعلم ثاني لا يفتهم ولا شيء ويتعامل ويا الطلاب بغير طريقة. وذول الثلاثة ده يقابلون نوعين من البشر. عوائل وآباء يحترمون المعلم ويتقبلون من عنده كل شيء ويعتبرون المعلم مربي ثاني، وهذا الشيء اللي احنا ربينا عليه، المعلم معلم. قفل المعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، هاي كلنا تربينا على هاي المقولة. وأكو نوع ثاني لا، إذا ابنهم رسب راحوا دقوا عشائريا وطبوا للمدرسة وكتلوا المعلمة أو كتلوا المعلم أو بسطوا أو هددوا، شون يرسب عندك واحد؟ نروح إلى ملفنا الثالث وهو التظاهرات. عندنا تظاهرات كبيرة صارت إلى موظفي مصافي الجنوب احتجاجا منهم على رفض ضرائب جديدة انفرضت على المشتقات النفطية بالنسب التالية: على البنزين 5%، على زيت الغاز أو الكاز أو النفط الأبيض 10%، على الوقود المستورد 15%، أما على مبيعات النفط الأسود 1%. واللي يقولون أنه هاي الزيادات راح تتعب المواطنين وما راح يشوفون من أدها خير وما راح تعينهم، بالمقابل راح تزيد أرصدة المسيطرين على عمليات بيع النفط. ما نريد نقول السياسيين والأحزاب والمتنفذين، خاف يزعلون، فرجوا. احتجاجية شركة مصافي الجنوب. للاستخراج موجود الشركات فشي من عجز على شيء. القضية مو خاصة بالمصافي ولكن هي حقيقة من يبتمنون السكوت عدنا الزرفي وفالح الساري أكثر الكيرماني ضارغين قالوا ما لعظة الكيرمانية ليش؟ يلبك على الشعب؟ لا، هي اتجاه بالمحرضات غير نفطية في لبوغ المحرضات النفطية. معروفة القضية ترى، ما حد جاي حارب الشركات النفطية، ما حد جاي حارب الشركات النفطية إلا نواب جايين من شركة من المحاورات غير نفطية. مع الأسف احنا اخوانكم، احنا ودي الوسط والجنوب، هيك سوى فيني. خريجو كليات الهندسة الظاهرة وقطعوا الطريق اللي يوصل إلى شركة نفط البصرة بمنطقة البرجسية، واللي هم بأمس الحاجة إلى تعيينات، وبالمقابل الناس مدى تلقى تعيين وده تشوف الأجنبي أو اليد العاملة الأجنبية من البنغاليين وغيرهم ده يشتغلون ورواتبهم ماشية وعالية ومخصصات وأعدادهم ده تزيد يوم بعد يوم، واللي هم لحد الآن وش قد ما تظاهروا ما حد ينفه لهم، واللي بتظاهراتهم اليوم يقولون احنا نريد تعيين. تعالوا نشوف. صوتك صوتك في كل بلدان العالم أكو مجموعة من الثروات، ثروة معدنية هي المعادن الموجودة بأرض هذا البلد، ثروة حيوانية هي من أسماك وحيوانات أخرى يستخدمها هذا البلد، ثروة زراعية وثروة بشرية بعيدة عن الثروات اللي عرفوها السياسيين اللي هي أرصدتهم وحجمها بالبنوك. هاي ثروة بشرية، دولة الناس ليش تستفاد من عندهم؟ لأن دولة ما يحتاجون عقود عالية ولا رواتب عالية، دولة ولد بلدك، دولة راح يبنون بلدك، وذولة لما يستفادون هم أنت راح تستفاد وشغلك راح يستفاد ويمشي. فكل بلدان العالم تهتم بالثروة البشرية اللي موجودة يمها، إلا عندنا البشر أرخص ما يكون سعره بالعراق، بالمقابل الأجنبي يشتغل وفلوسك تروح للأجنبي وخصوصا إلى دولة الأرجنتين. تواصلت اليوم ولليوم الثاني على التوالي تظاهرات أصحاب المهن والكليات الطبية أمام بوابة المنطقة الخضراء. هذا كله يصير
بنص العاصمة العراقية بغداد، دا يطالبون بالتعيين. هددوا السلطات الحكومية أن هم راح يلجؤون إلى تصعيد سلمي، راح يلجؤون إلى اعتصامات مفتوحة، وراح تكون عندهم خطوات تصعيدية ثانية. إذا استمرت الحكومة والوزارة والسياسيين والكتل والبرلمانيين يتجاهلون مطالبهم اللي أقل ما يقال عن مطالبهم أن هي مطالب مشروعة. تعالوا نشوف. تخيلوا مشاهدينا الكرام، يعني عندك ناس تقول لك انا اريد اشتغل، عندك ناس دا تطلع وتظهر وتقول لكم شغلونا، عندكم ناس تقول لكم احنا نريد نبني، احنا نريد نتعب، احنا نريد نشتغل. اوكي، هذا المواطن دا يقول لك اريد اشتغل لاني اريد راتب، وهذا حقه عليك انت كمسؤول، هذا حق على البلد انه هو من هذا البلد، هذا حق انه يعيش في بلد انه يحس بنفسه مقبول به. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من رفاه عباس تقول: نائب ما عنده شهاده يكرف كرف فلوس وصاير نائب براسنا، واحنا دكاتره وعندنا شهايد وتعال اقعد بالبيت. هاي واحده من المصايب. إيهاب يقول لك: هاي الشعب كله يظهر على الطالة بالطالة إلا يسحلكم لأن الصيف والناس تلفت أعصابها. زينب العبيدي تقول: المفروض القرار هذا يسووه للدفعات اللي تدرس جديد، مو العالم اللي تخرجوا وعلى أمل التعيين وتالي يصدموهم بهيج قرار. وأم علي تقول: إيه والله أصحاب معدلات عالية وسهر وتعب وتالي ما ينالون حصة التعيين، ظلم بحد ذاته. نعم نعم، الطالب اللي يدرس واللي يبديها بالابتدائية ويروح إلى المتوسطة ويطلع إلى الإعدادية ويدخل إلى تخصص في كلية 4 سنوات وخمس سنوات وست سنوات، بهم الطبيب وبهم المهندس وبهم الجيولوجي وبهم الدكتور وبهم الصيدلي وبهم طبيب الأسنان وبهم الجراح وبهم المهندس وبهم المبرمج وبهم المصمم وبهم الفنان، ويطلع هو فرحان وشايل شهادته وأنا متخرج، ويصطدم أنه ماكو تعيين إليه. نعم هذا ظلم. بالمقابل يجيك واحد ما يعرف تشك من البوك، ما يعرف كل شيء، شهادته تزوير، ما يعرف يحكي، ويصير نائب بالبرلمان ويحط الدق قبل اسمه ورواتب انفلاقية مثل ما يقولون. أبو علي من الديوانية حياك الله. أبو علي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي قال لي اصول للبرلمان بدون شهايد، هذا عندهم شهايد حزبيه وليس شهايد مهنيه نعم دراسيه، شهايد عندهم حزبيه نعم. تحدثت عن مؤسسات الديوانيه نعم، مؤسسات الديوانيه 3/4 بالايجار قاعده، 3/4 المؤسسات مال الديوانيه والنواحي قاعده بالايجار، فلوس خصصتها الدولة لبناء المؤسسات أكلتها الأحزاب، راحت شغل النزاعة وينها؟ إن من حاصلهم وزارة نزاعة؟ هو الشعب كلش كافي قاعد يقول لكم الشعب ذولا فازين، بعد انتم حاجة بالنزاعة، النزاعة والله نسمع بها ما نعرفها. 3/4 مؤسسات الديوانية قاعدة بالإيجار بخرايب، أو ثاني شيء موظفين الديوانية ونواحية الله وكيلك تقول جاي تقدم من عندهم. نعم. حتى تعامل حتى السامع تعامل زفر عندهم. وقال لك الشعب العراقي جاي يستعطي، ام شعب جاي من غير دولة فقير يستعطي من عندهم. يعني الدولة قد تعلم الموظفين باحترام المواطن. حتى بريطانيا الدول الأوروبية كلها تحترم موظفين أعلى من المواطنين، أعلى من السلطة عندهم. الا احنا بالعراق الشعب العراقي تحت اقدامهم وبعضهم هم متنقلين علينا. النفط يطلع للاردن، يطلع لتركيا، لايران، الامه كلها ترسل فلوس، حتى مصر تاخذ كل واحد 700 والعراقي يعطونا 100,000 وحاطينه بالشمس. والله هذا الغلط عند الشعب،
ان شاء الله الانتخابات الجايه بعد ننتخبهم ان شاء الله. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو علي. المشكله ابو علي قال ذولا ما عندهم شهايه جامعيه بس عندهم شهايه حزبيه. فاني يعني اوجه انه الكتل السياسيه والاحزاب انه خلص الست جامعات العراقيه والست جامعات بغداد اللي كانت واحده من ارقى جامعات العالم وتسوي لنا جامعه الدعوه، جامعه تيار الحكمه، جامعه المجلس الاعلى، جامعه الحزب الاسلامي، جامعه الحزب الفلاني، جامعه الحزب الشيوعي، جامعة دولة القانون، جامعة العراقية، ويملكها كل واحدة تيار سياسي ويطب الطالب بدل ما يروح يدرس بجامعة ويقعد يتعب ويشقى ويستنسخ ويمتحن ويصرف أقلام ودفاتر وما أعرف شنو، هذا إن الفلوس مال رسوم التسجيل وغيرها والسوالف، إيش قد تكلفك حبيبي؟ تدفعها نفسهن تتعين بفلام وكانوا فضوها للعالم. والله مو أحسن من هذا الحال اللي أنتوا تسووه، تجيبوا الناس ما عندها شهايد. دول الناس درست وتعبت وشقت قاعدين على الطاله بالطاله وانتم جماعتكم يشتغلون وما بيهم واحد يعرف يشتغل، لان لو بيكم واحد يعرف يشتغل ما كان حال الدوائر الحكوميه بالملف القبله شفناه مثل هبسه. تخيل عزيز المشاهد وياي، وهاي واحده من مشاكل انك تجيب واحد ما يعرف وتخلي غير مناسب بمكان غير صحيح. تخيل منطقتك بها شارع استراتيجي مهم والدولة تهمله، شنو شعورك؟ هذا الحال موجود بقضاء العظمية بعاصمة الرشيد بغداد. تخيل شارع مهمل من قبل أمانة بغداد ومن دائرة بلدية العظمية ومن شوكت من 2003. هذا مشهد راح يبين لكم الإهمال الحكومي بوحدة من أكبر وأهم مناطق العاصمة العراقية بغداد. تعالوا نشوفها. برفع التجاوز حتى ينفتح الشارع، وعلى بلدية العظمية رجاء أنه يكون أكو اهتمام بهذا الشارع، لأنه إحنا دا نحكي عن خط استراتيجي لمدينة العظمية من مناطق الصليخ والقريعات والسبع أبكار وغيرها. هذا الشارع حيوي إذا تم ترتيبه بالإنارة والتبليط أهم شيء، ووجود مفارز هنا أمنية، لأنه المنطقة مو يعني مرات تصير بيخروقات لوجود هذا الفتحات على السريع، فيكون هذا الخط حيوي جدا يرفع الزخم من العظمية. فهذه رسالة إلى بلدية العظمية يرجع تبليط هذا الشارع. نبقى بالعاصمة العراقية بغداد ونروح للشمال، مدخل التاجي، مدخل مدينة بغداد الشمالي، واللي صار معضلة واللي ما لها حل نهائيا. هذا المدخل تعهد محمد الشيع السوداني لما جابوه وسووه رئيس وزراء، تعهد انه راح ينجز هذا المدخل بفتره قليله وراح يعاقب الشركه المتلكئه وراح يسوي ويسوي ويسوي، لكن على ارض الواقع كل شيء ماكو ولا اثار شيء، بس المقاطع الفيديويه والشكاوى بعدها تستمر تتوالى على الناس. تعالوا شوفوا. واجبهم المفروض يمنعون الران سايد ما يخلونه يطلع منه، فهم يجون يوقفون ببداية التحويلة يبتزون الناس، وأقسم بالله العظيم أنا من الناس اللي ابتزوني وأخذوا من عندي، قل لي مال الغداء، أنا هذا واحد منهم طبعا، بداية التحويلة أخذوا مني 5000 مال الغداء. بداية التحويلة أكو مرور اثنين واجبهم المفروض يمنعون الران سايد ما يخلونه يطلع منه. يعني تخيل لما يطلع مواطن ويقول لك أنا على مدفوت البغداد أخذوا مني رشوة، هاي اسمها رشوة مو إكرامية. مقطع ثاني من نفس المدخل، مدخل بغداد الشمالي من جهة التاجي، راح تشوفون سراوات طويلة ما سيارات بسبب الازدحام والزخم الناتج. ليش؟ لأنه إنجاز مشروع مدخل بغداد وإكساء الشارع نفسه متلكئ إلى حد هاي اللحظة. هذا السبب اللي سوى هواية من الحوادث نتيجة الغبار والأتربة اللي تتصاعد لما تفوت سيارات، خصوصا سيارات الحمل. شوفوا. اي واحد
أي زائر من أي محافظة يريد يجي من الشمال إلى بغداد ويطب من هذا من التاجي، وأي واحد من أهالي بغداد راح لشمال سفرة ورجع يريد يطب من التاجي، أنا أنصح يحطه بصندوق السيارة حصيرة بريمز قوري مات شاي فواكه وأشياء حب وشيبس وكرزات حتى يبسط بصف السيارة ويقعد يسلي نفسه بين ما يفك الازدحام، لأنه هذا الازدحام على وضع بغداد ثلاث أيام يلا يفك. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من فيسبوك محمد منير الثامر راير يقول كل أعمالهم للدعاية فقط، لا يستطيعون إنجاز شيء، والدليل على ذلك 20 سنة لا يستطيعون تجهيز المواطن بالكهرباء لمدة 24 ساعة لأنهم تابعين وليس قادة، يعني القرار مو بيدهم. حسن سهيل يقول هاي المعاناة يومية، صار عادي أصلا إذا عطل بأي شكل بالأشكال بالشارع كله يوقف من ذراع إلى الدوار. وأبو فاطمة البلداوي يقول صارت بي عقدة نفسية من وراء هذا الطريق، اليوم الصبح كان سويت حادث من وراء هذا الشارع. الله يحميك إن شاء الله. وحيدر أبو علي الرميثي يقول هذا الطريق مثل مشكلة الكهرباء أبد ما تنحل. إحنا ما شاء الله عندنا أزمات مستمرة، يعني عندنا طرق مستمر ما تنحل، عندنا كهرباء ما تنحل، مشكلة مي ما تنحل، جفاف ما تنحل. لا، والعالم ما شاء الله عليهم مو يجي يقول لك بلكت يعني هالمشروع يخلص وتنحل، لا يقول لك ما تنحل. واثق، لأنه 20 سنة هو يشوف، 20 سنة ويشوف الحال بالعراق، لا مجاري بها حظ، لا مدارس بها حظ، لا زراعة بها حظ، لا صناعة بها حظ، لا شوارع بها حظ، لا كهرباء بها حظ، لا حياة بها حظ، لا أمن بها حظ، لا كل شيء ماكو بها حظ، بس بوق، سرقات، أتاوات، فساد، تصفية، قتل، اعتقال، سجون سرية. هذا اللي دي يشوفه، هذا اللي دي يشوفه، اللي دي يشوفه المواطن تعرفه شنو هو؟ هسا أقول لك شنو هو اللي راح تشوفه بهذا الانفوغرافيك. هذا الانفوغرافيك اللي سوت لنا قناة الرافدين عن سطوة الميليشيات ومحاولتها أن تسيطر على أراضي العراقيين. شلون تسيطر على أراضي العراقيين؟ لا مو بالحسنة، بقوة السلاح والسلطة. تخيل عزيزي المشاهد أنه أنت عندك قاعد يجي واحد يحط رشاشة فوقك يقول لك إلا تبيعها، إلا تعوفها، وهي قاعك عايش بيها أنت ورابي بيها أنت وأهلك. آخر ما صار بأراضي منطقة البعيثة جنوب العاصمة العراقية بغداد. فخلونا نشوف الانفوغرافيك اللي عدى قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين. ميليشيات يتنامى نفوذها بظاهرة الاستيلاء على الأراضي المخصصة لوزارات الدولة والحدائق العامة وأراضي المواطنين، فضلاً عن تغيير ديموغرافية المدن وتحويل المناطق العامة إلى مشاريع تجارية واستثمارية وعقارية عبر عصابات متنفذة داخل الوزارات الحكومية لا يقف أمامها شيء ولا يردعها قانون. مناطق عديدة تستمر الميليشيات الطائفية بعمليات تغيير ديموغرافيتها والتجارة بها مع تواطؤ حكومة السودان وغياب القانون، كما حصل من استيلاء الميليشيات على أراضي المواطنين في منطقة البعيثة بقضاء الدورة جنوبي العاصمة بغداد، وما يحصل من تهديد الميليشيات والقوات الحكومية لكثير من أصحاب الأراضي الزراعية في مناطق حزام بغداد من أجل فرض سيطرتها على تلك المناطق. نحن أبناء الأنبار، أبناء السورة والصوفية، نناشدكم بالنظر للنظر برفع هذا الضرر عن بيوتنا وعن عوائلنا. بلاد تسود فيها قوانين الغاب، ففي الرمادي مركز محافظة الأنبار هيمنت مافيا العقارات على الأراضي التابعة للطرق والجسور في منطقة الصوفية بالمدينة لمصادرتها دون وجه حق بذريعة الاستثمار، وكما العادة دون حسيب أو رقيب. عقارات الأوقاف في حي أور شمال العاصمة بغداد هي الأخرى لم تسلم من أيادي الميليشيات لتكون سبباً في صراع ميليشياوي للسيطرة عليها دون أن تحرك الحكومة ساكناً، على الرغم من تعهدات الحكومات المتعاقبة بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت لدى الميليشيات وإغلاق أنشطتها ضمن ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية، إلا أن أي من تلك التعهدات لم يتحقق
حيث تتخذ الميليشيات من منازل ومباني تعتبرها محجوزة بتهمة الإرهاب أو الانتماء لحزب البعث بوصفهم مطلوبين مقار لها، فضلا عن سيطرتها على أراض ومشاريع تدر عليها أرباحا شهرية تقدر بملايين الدولارات. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. تخيلوا مشاهدينا الكرام هذا حال العراق، واحد عنده قاعد بس غصبا ما عليه يطلع من عندها. ليش؟ لأنك واحد غيره يريد ياخذها من عنده. فأني سؤالي هنا أرد أوصله إلى الأحزاب الإسلامية قاطبة، لأنه أغلب المتنفذين بالعراق هم يتبعون أحزاب إسلامية مثل ما هم يقولون، هذا بيا شرع وبيا دين. أي نبي نزل إلى البشرية وأنزل إلى البشرية كان هذا شرع. هذا الشرع تلقوه تدرون وين؟ بشرع فرعون، بس أنا ربكم الأعلى قال، بس بشرعة تلقون هذا الشرع. أما باقي الأديان السماوية مستحيل تلقون هذا الشرع. فشلون أنتوا أحزاب إسلامية؟ الجواب يم الناس. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله الجمعة. في أمان الله.